مشاهدينا الكرام، وصد الله مساءكم واهلا بكم في النشرة المحلية المسائية. لم يمنع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة داخل الفرن العالي بمركب الحد بالحجار ولاية عنابة العمال من مزاولة عملهم، حيث بلغت درجات الحرارة إلى 1400 درجة مئوية، كما أن العمال أصروا على الصيام في ظل وجود فتاوى بجواز إفطارهم. فارس مصباح زار المركب وعاد بالتقرير التالي. بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة داخل وحدة الفرن العالي بمركبي الحجار في مجمع أرسيلور ميتال عنابة، إلا أن عمال الوحدة لم يمنعهم الصوم خلال الشهر الفاضل من أداء مهامهم الشاقة وشبه مستحيلة تحت ظرفية الحرارة الشديدة التي لا تطاق والتي تصل خلال صهر حديد الزهر إلى أزيد من 1400 درجة مئوية. الفرن هذا يشغل حوالي 304 عامل، الأغلبية تحهم يعملون بنظام الورديات، إضافة إلى ذلك هناك تحدي كما لاحظتم للعمال، تحدي مستمر للصعوبات وللأجواء الساخنة والظروف القاسية. كما تعلمون درجة الحرارة تروح بين 1400 و 1800 درجة. لم تمنع هذه الصعاب العمال من المضي قدما في تذويبي الحديد وتلبيده ليتحول في نهايتي المطاف إلى حديدي الزهر، والذي ما كان له أن يأتي في هذا الظرف لولا عزيمة وإرادة عمال الوحدة التي استلهموها من محاكاة صهر الفولاذ على مدار عقود من الزمن. الفتوى هذه تعود تاريخها إلى سنوات الثمانينات، حيث كانت هناك فتاوى رسمية بعثت خصيصا لعمال الأفران توجيز لهم بالإفطار، لكن ما لاحظناش ناس بزاف تفطر في الوعد الا في حالات الشده والقصوى والتي يكون العام فيها خطر. ورغم افتاء بعض المشايخ بجواز افطار هؤلاء العمال الا انهم ابوا الا الصيام رغبه في الاجر والثواب. انطلقت بمسجد الشيخ محمد سعيد زموج بمدينة عين البيضاء في ولاية أم البواقي فعاليات جائزة عين البيضاء الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده بهدف تشجيع أبناء المدينة وحثهم على حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده ليكونان براسا مضيئا للناشئة. المسابقة شهدت مشاركة أكثر من 70 مشاركا من حفظة القرآن الكريم إناثا وذكورا، وخصصت لهم جوائز تشجيعية لتكريم الفائزين الأوائل عشية ليلة القدر المباركة. تقرير رشيد مقدم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جائزة عين البيضاء الكبرى لحفظ القرآن الكريم مع أحكام التجويد ذكورا وإناثا تصب في هذا السياق. المسابقة التي انطلقت بمسجد السعيد زموشي بالتنسيق مع المدرسة القرآنية الأخضر بوكفة تسعى جاهدة لنشر الثقافة القرآنية، ومن أهدافها تشجيع الناشئة على حفظ القرآن الكريم الذي فيه حياة القلب ونور البصر وهداية الطريق. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومعلوم أن لجنة تنظيم المسابقة تحرص على تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بدينها وإدراك واجباتها تجاه عقيدتها ورسالتها الإسلامية، بالإضافة إلى فتح مجال التنافس للحفظ والتلاوة. المسابقة في صورتها النهائية هي عبارة عن تحفيز لشباب وشابات مدينة عين البيضاء وحتى المدن المجاورة لها، حتى يتنافسون في أشرف ما يتنافس فيه المؤمن وهو حفظ كتاب الله جل وعلا. الهدف الأسمى والأول من هذه المسابقة هو الرقي بمستوى حفظ القرآن الكريم والعناية بكلام الله عز وجل في هذه المدينة التي لا يخفى على سكانها وعلى المحيطين بها أن هذه المدينة كانت ولا تزال إن شاء الله تبارك وتعالى مهدا للعلم ومحضنا للعلماء. هذا ونشير إلى أن مسابقة عين البيضاء الكبرى خصصت لها جوائز تشجيعية لتكريم الفائزين المتميزين من حفظة القرآن الكريم. عبر سكان حي 300 مسكن اجتماعي وسط بلدية طمزة بخنشلة عن تذمرهم الشديد من انعدام المرافق الضرورية والإنارة العمومية بالإضافة لحرمانهم من الماء الشروب، كما اشتكى السكان من انتشار الكبير للعصابات الإجرامية دون تحريك السلطات المحلية ساكنا. أكثر تفاصيل في ميكروفون عمر عمري. حياتك تاع النور مرمول يكون الرعد ولا حاجه، هذا تفاصيل الماء. هنا الماء عندنا ما عندناش الماء، ناقصين الماء. يكري راجلك تشوف يكري راجلك لهنا الليل واحد ما يجي ما يخرج من دارته،
الظلمه ومسألة هذه نتاع السرقه هذه لو البارح ثلاثه بيوت سبحوا ثلاثه بيوت سبحوا مسروقين راك تشوف فيهم حي ميت خلاص ما فيه والو فيه ناس حي مسحوا ميتين نيكليراج نيما الزباله عندها 20 جور منين محطوطه غير صباح وين كي سمعوا جماعه البارح تسرقوا تسرقوا في ظرف وقت تسرقوا ثلاثه نطلبوا الاناره من البلديه رانا عايشين في الظلمه اللي البارح في الليله مسرقوا لنا ثلاث ديار هنا داونا الذهب عراو لنا الديار والله ما خلاونا والو وجا الامن دارنا لونكات بصح على كاين درك جديد ما شفنا والو منه مازال ما شفنا والو. وفي نفس الولايه اوقع الفقر والحرمان عائله تتكون من اربع بنات في مستنقع الذل والتشرد حيث حرمت من سكن لائق شريف واصبحت تنتقل من كوخ لكوخ ليستقر بها المقام في غرفه واحده لا تتسع لشخص واحد بحي بوجلبان الشعبي في حين لم تعرف العائله زياره من السلطات المحليه للتخفيف عليها او مواساتها. عمر عمري تنقل للعائله وعاد بالمشاهد التاليه. عندي اربع سنين وانا نسافر هنايا مع البنيات في اربعه. هاي هذا درت لانكيت وني نستنى تاك شمي يفرج عليا يا ربي وتعاونوني. هذا السكن تاعي راني ساكنه هناك الرايه ساعات يحافظوني يقولوا لي يجملوا لي قشي يقولوا لي اخرجي ساعات ندير كونترا بظرف 3 ملايين العام. عندي اربع سنين وانا ساكنه هنا نصرف معاهم في الدار راني قاعدين ناكلوا في الشيء اللي مدونا العباد واني مانيش خدامه يعني باش يكون عندي مدخول ما عنديش. نعيش كما الحال كما بقى الحال ربي سبحانه وفرد. نطلب من الحكومة تعطي لي سكن وتعاونوني من هو اللي يقدر يعاونني يعاونني. في موضوع آخر أضحت أكوام القمامة ديكورا يوميا يزين شوارع مدينة مغنية خلال شهر العبادة حيث يطغى على الأحياء لون الأكياس الأزرق ما أرهق المواطنين الذين أكدوا أن شاحنات رفع القمامة لم تزرهم منذ أيام. من جهة أخرى اضطر بعض السكان لرمي القمامة المنزلية والتخلص منها بوادي المليح والذي يصب في سد حمام بغرارة ما تسبب في تلويثه. فاطمة زهراء قوال تنقلت وعادت بالتالي. نطلبوا من السلطات البلديه باش شفنا الوضعيه اللي راه فيها هذا الاوساخ متراكمه هنا على في الطريق العام ونطلبوا منهم باش يجيبوا لنا صناديق باش يديروا هذه ولا هما يتكلفوا الشيء اللي راهم يشوفوا فيه. في ظل غياب المسابح يقصد عشرات الشباب من سكان دائرة الجمعة بولاية الوادي حنفية المياه المخصصة لسقي غابات النخيل بمدخل الدائرة من أجل الاستحمام والتخلص من حرارة الطقس هذه الأيام حيث يستحم الشباب داخل السواقي التي تجري بها المياه داخل غابات النخيل وتعرف هذه الأبار إقبالا كبيرا لمواطنين خاصة خلال فترة الظهيرة عندما تشتد درجة الحرارة هروبا من أشعة الشمس. إسماعيل سلمان نقل المشاهد وتصريحات التالية. يخرج من الأرض خلاص الأرض دارنا حفرنا نقولوا أبار الأبار هذا على بالك يديروا يبطلوا أبوم لتحت ويخرج الماء أبوم بتريسيتي كما هذيك الخزنة نتاع هذيك اللي تهز نقولوا صنبرة صغيرة هذيك تما فيها كوب كورون نتاع هذا. يا شباب والجماعة كلها جماعة كما جماعة جماعة السيميات اللي يروحوا يجوا كلهم يهبطون يتبردون. أحيت بلدية شلغوم العيد بولاية ميلا ذكرى شهيد المقصلة الفرنسية عبد الرحمن الخليفي والذي فشل أكبر رؤساء العالم في إبطال تطبيق فصل رأسه عن جسده من قبل فرنسا والجنرال دوغول. وقد قدمت بالمناسبة مسرحية تذكر ببطولة الجزائريين في الدفاع عن وطنهم رغم ما اقترفته فرنسا من بشعة. التفاصيل في ميكروفون سفيان بوعون. الرسالة اللي خلاها عندما جاوا يعلموه كان من الشبان اللي واعيين وعي قوي وعندهم نظره مستقبليه. مادام يقول لك يا خوتي اليوم دارتي سلموني على يما وسلموني على الجزائر وقولوا للشبان الجزائر المستقله ابدا ما يسمحوش المجرمين اللي راهم يقتلوا فينا ويقتلوا في الشعب تاعنا. فرنسا ارتكبت في هذا الشهر مجازر أو جرائم قد لا يرتكبها إلا النازيون أو السفاحون الضالعون في الترويع. مليحة نقول يعني ما عندي ما خير عليها تحية بالحكومة تحية بالرجال اللي حيوا الرجال في نهار اليوم راهم الشهداء ولا رجعوا حيين.
في محله الصغير وسط الحي الشعبي ذراع الإمام بتبسة يمارس الناصر علاق هويته هوايته التي يعشقها أو من منذ سن المراهقة ويجسدها باستمرارية الوثائق من خطوته نحو التألق والشهرة اقتداء بوالده الذي لقنه مبادئ صنعة زلابية ومختلف أنواع الحلويات التقليدية. تقرير سليم دريد. في هذا المحل الصغير يمارس الناصر منذ 27 عاما مهنته الوحيدة التي استنبط أسرارها من منبع الوالد الذي علمه صنعة زلابية. الممارسة بجد وإتقان جعلت محله مقصد الجميع في تبسة، وتحول هو إلى معلم يرغب في تكوين من يخلفه حتى لا تضيع الصنعة التي يعشقها. عندي 27 سنة خدمة في الحلويات الشرقية دي، وتعلمت عن طرف الوالد الله يرحمه، خاطر هو يمد لك كلش. الوالد ماهوش كيما الانسان تعلم عنده انسان يعني ما دخلكش عطاني كل شيء، والحمد لله حتى ما راهو تسمى صدقه جاريه. معليش نعلمها الاجيال نعطيهم كل شيء، نعطيهم الشيء اللي ما نبخل عليهم حتى شيء. السيد هذا رانا نعرفه بويو، وبويو راهو كان في زنقه الفطيريه مع عمي حميد، فهمت؟ يسمى رم من أوائل اللي يخدموا في الزلابية والمخارق. الاستمرارية والعشق اللامتناهي للصنعة جعل حلوياته تتميز بذوق لا يتكرر عند غيره. إلى هنا مشاهدينا نأتي وإياكم إلى ختام النشرة المحلية المسائية. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.